1005 ذكريني شو يعني 1005؟ ما بعرف شو يعني 1005 لأنه قد ما هلا صارت الأشياء غالية. يعني الألف وخمسة والديناصور اثنيناتهم راحوا يعني ما. يعني قبل كنت بس تروحي نجيب مثلا كيسة شيبس كان بأربعة آلاف، هلا صار بفان. ثلاث أشياء بلبنان منهم حلوين، قطعة الكهرباء وإنه ما في أكل والدولار عم بيطلع وينزل. ما فينا نشتري شيء، حتى ربطة خبز وما فينا نشتري. 1500 ليرة ما بتشتري منقوشة؟ ليه؟ ما بتشتري منقوشة. لأنه بقلب العجينة ليعملوا العجينة ليجيبوا المنقوشة بدهم طحين، والطحين ما في طحين بلبنان. ما حدا منا يوم من الأيام فكر إنه ولاده رح يعطلوا هم كيسة شيبس، ربطة الخبز أو المنقوشة. كرمالهم وكرمال أحلامهم صار لازم نغير، نعلي صوتنا وننتخب صح وإلا